سلام، انا معاد احبوش. في هذا الكتاب فيكتور هيغو غادي يحط هذاك اللي محكوم عليه بالاعدام هو الراوي، يعني هو لو ناراتور ديال القصه، هو اللي كيروي لنا الاحداث اللي داز منها. هذا لو ناراتور هذا ماشي شي شخص اللي بسيكوبات ولا ما عندوش عقل، لا، هذا واحد الشخص عاقل ومخلق ولكن محكوم عليه بالاعدام لسبب غير معروف. الجريمه ارتكبها غامضه وما معروفاش، خلاها فيكتور هيغو هكا ما معروفاش. فهاد السيد هذا اللي محكوم بالاعدام لو كونداني عنده بنت سميتها ماغي، وهاد بنته ماغي هي اللي عزات عليه، يعني ما بغاش تكبر هي ميتمه منه. فنبداو القصه من الاول. القصه كتبدا فاش الراوي لو كونداني اللي هو الراوي في الحبس ديال بيسيتخ، غادي يرجعنا الشهورة قبل ما غيجي النهار ديال الحكم دياله. هو في هذا النهار هذا تحكي لنا على ذاك الشي اللي وقع عليه قبل الإعدام. فليكم تخيلوا، بحال دابا أنا غنعود لكم شي قصة ولكن كنعودها لكم في هذا النهار، والقصة طرات هذه شي شهرين ولا ثلاث شهور. الراوي اللي هو لوكونداني غيعود لنا دابا باللي هو في بيسيتخ. بيسيتخ واحد الحبس كان قصر شحال هذه وتحول الحبس من بعد. هذا الراوي اللي كيروي لنا الاحداث مخنوق بالفكره ديال الموت، يعني انه غادي يموت، واخا هو باقي مسجون ولكن حس براسو بحال الجريمه اللي دار واللي ما مذكوراش غادي تؤدي به الموت. غيرجع بينا الراوي لشهر 8 فاش كان في المحكمه العامه، واحد المحكمه فيها المتفرجين وفيها القضاه اللي غيعطيو الحكم ديال هذاك المحكوم عليه. فغيرجعنا لذاك الاحداث، فقال باللي قبل ما يتحكم عليه كان حاس باللي عنده واحد الشونس، عنده واحد الامل باللي قد يكون الحكم شي حاجه خفيفه مقارنه مع الاعدام، يقد ما يكونش زعما الاعدام غير المؤبد او لا الاعمال الشاقه. وحتى المحامي ديالو كان كيقول هذا الكلام هذا، وقال باللي عنده احتمال كبير انه ما يكونش الحكم هو الاعدام، يعني يكون المؤبد ولا العمل الشاق. ولكن القاضي غيدخل وغيعطي الحكم لهذا المحكوم هذا لوكونداني وغيحكم عليه بالاعدام. فكل شيء تقلب هنايا. لوكونداني دخلته الخلعه من الموت، بدا كيقول صافي هذه هي الاخره ليا، تفعفع من هذا الحكم هذا اللي كان داير ليه احتمال ديال 0.0001، ما كانش كاع هو يعني داير ليه احتمال، احتمال بسيط، ولكن في اخر المطاف جاء الحكم بالاعدام. فاش جاوا الحراس يديوه بقى مصدوم وكيفكر في الموت وفي الحكم اللي جاه، وعاود على الاهانه اللي تعرض لها من طرف الحراس وديك الدفيع. فبسبب الاعدام الحكم اللي تعطى ليه ولاو تهينوه. هاد الحراس هادو هزوه في الطوموبيل من المحكمه اللي كان فيها كيتحكم لبيسيتخ اللي هو السجن اللي قلنا كان من قبل قصر ولا سجن. فداو للزنزانه اللي غيجلس فيها، ووصف لنا باللي السجن ديال بيسيتخ راه واحد السجن اللي خايب وما كانش حامل فيه الزغبه، يعني ما حملش السجن والشكل ديالو وجا خايب. فالمحكوم عليه بالاعدام اللي هو الراوي كيروي لنا الاحداث انه دفع القضيه ديالو للاستئناف، يعني باش يتحيد ليه داك الحكم بالاعدام. عالله وعسى انه يتبدل الحكم ويحنوا فيه. وحتى الحراس اللي كانوا كيعاملوه زوين من بعد ولاو كيحتقروه كما كيحتقروا المسجونين. في الاول كانوا كيعاملوه بلطافه، ولكن من بعد صافي ولاو كيحتقروه كما الامر سريع للمحكومين كاملين. وطلب لهم انهم يعطوه الوراق وستيلو، وفعلا ما قصروش، عطاوه الوراق وعطاوه ستيلو وعطاوه الفانوس ديال العافيه باش يضوي، حيت الحبس كان مظلم، فباش يضوي ويكتب اريحيه عطاوه واحد الفانوس. فكل نهار كان نهار ديال الحد، المسيحيين كانوا كيصليوا الصلوات ديالهم، والسجناء كانوا كيتلاقاو مع اصحابهم، يعني اللي مسجونين معاهم في الساحه، ويهضروا ويتعاودوا. والراوي قال لنا باللي كيحس شويه بالحريه في هذا النهار هذا ديال الحد، حيت كيتلاقى بالحباسه وكيعاودوا ليه على الجرائم اللي داروا، وفي نفس الوقت كيتعلم منهم اللغه ديال الحباسه، يعني باش يتعلم ديك اللغه، حيت كانت هاد الحباسه كانت عندهم واحد الهضره بحال الكودات، يعني خصك تهضر معاهم بالكودات باش ما يفهموهمش الاخرين ويصدقوا مكحلين الضواصه. فرجعوا للسجن من بعد، بقاو تيدويو تحاتو ورجعوا للسجن من بعد. والمحكوم عليه يعني هاد لوكونداني هذا فكر يكتب واحد الجورنال، هاد الجورنال هذا يكتب فيه جميع الاحداث اللي كيمر منها في كل فتره.
يقول فيه المصائب اللي هو فيها والمحنة ديالو اللي كيدوز منها في الحبس، باش هكا يخفف على راسو ويدفع الناس يفكروا في القساوة ديال هذا الإعدام. هذا الإعدام كيفاش قاسي على الإنسان. فكانوا عنده جوج أهداف من هذه الفكرة هذه اللي هي يكتب في الجورنال اللي بغى يطبقها النيت، وهي أنه يعتق راسه من هذا الإعدام هذا اللي غيجي، وفي نفس الوقت أنه يدعي الأجيال القادمة ما تعيش نفس المصيبة الإعدام، يعني أنهم يحيدوا هذا الإعدام هذا الحكم الإعدام يتحيد. فحار بين هاد جوج أهداف هادو، واش يعتق راسو ولا يدفع الكلمات ديالو والحياة ديالو تمن باش الأجيال القادمة ما تعيش نفس المصيبة ديال الإعدام. الراوي دابا غيبغي يقول لنا الفترة اللي ما بين الحكم اللي تعطاه ديال الإعدام وما بين النهار اللي غيتعدم فيه. فقال لنا بلي هو في السيمانة السادسة دابا، فالنهار ديال الإعدام في السيمانة السادسة. وقال لنا بلي آخر نهار ليه، يعني هاد النهار الأخر هذا، بدات تفكر الزوجة ديالو وبنته والوالدة ديالو، وأكثرية بنته اللي ضروا خاطرو بزاف منها حيت هي اللي غتطلع بلا أب، و11 شهر ما شافها، ما جلس معاها ما والو. وهنا فين بغى يقول لنا فيكتور هيغو بلي أن الإنسان اللي كيدير خطأ وكيرتكب واحد الذنب ممكن يتعاقب بالإعدام، وي عادي، ولكن الناس اللي دايرين به هما اللي كيتضرروا أكثر. وهذه نفس الفكرة اللي ممكن نطبقوها على الانتحار. فإنسان أنه باغي ينتحر يعني تقد تبان ليه عادي، ولكن الناس اللي كيبغيوه هما اللي غيتضرروا أكثر، حيت هما اللي غيتضرروا من هذا الانتحار. هو راه غيمشي، فهما اللي غيتضرروا أكثر من هذا الانتحار. كذا ومثال بالإعدام اللي هو واحد الحكم اللي كيتضرروا منه هادوك الناس اللي قراب من المحكوم عليه، واللي هما أبرياء وما عندهم حتى شي ذنب. وكانت هادي حجة ثقيلة حطها فيكتور هيغو لهاد الإعدام، يعني شحال خايب. المهم المحكوم عليه كيعاود باللي الزنزانة اللي هو فيها مضيقة، حوايجو قاسحين، وكيلقى صعوبة في النعاس ديالو، هادي من المعاناة ديالو في السجن. وباش يدوز النهار ديالو ما يملش من السجن، فكان كيقرا دوك الحيوط ديال السجن. الحيوط كانت فيهم رسومات، كانت فيهم سميات، هاد الرسومات والسميات حطوهم السجناء من قبل، وكان كيدقق في الرسومات وبانت ليه واحد الرسمة ديال لا جيوتين، هادي اللي كتبان لك دابا في الصورة اللي كيعدموا بها اي واحد محكوم عليه بالإعدام. وبقى تيدقق فيها وجاتو الخلعة، يعني قفز من بلاستو وجاتو الخلعة وتفكر الحكم ديالو للإعدام، وجاتو الخلعة من داكشي اللي كيتسناه. من بعد شوية الوقت رجع كيقرا في الحيوط ديال الناس اللي دازوا من قبله وحطوا دوك الرسمات والسميات، فبدا تيقرا في سمياتهم في الحيوط، وشي سميات كيقراهم وتيتفكر الجرائم الخايبة بحال اللي كيقتل باه ولا تيقتل خوتو ولا تيقتل الأطفال ولا تيقتل الأبرياء. وبدا كيتخايل خيال خايب بحال إلا هاد صحاب السميات، هاد السميات اللي تيقرا، هاد الناس اللي عندهم هاد السميات هادو داخلين عنده في الليل للزنزانة ديالو وهازين ريوسهم في يديهم، يعني واحد الخيال ماشي لوجيك وي، ولكن هاد الخيال بقوة الخلعة اللي فيه والخوف بدا كيتخيل هكا. وهو سارح في هاد الخيال، قرصاته واحد رتيلة وفيقاته من هاد الخيال اللي كان سارح فيه. فدازت ايام، الحارس ديال الحبس جاء عند المحكوم قال لي هاجي نديك تشوف واحد الحاجة اللي ما عمرك كنتي تحلم تشوفها، ولكن نغامر معاك الريسكي وتمشي تشوفها. فقبل المحكوم، يعني قبل داك الطلب الحارس، الحارس ربطو باش ما يهربش وداه لواحد الزنزانة فيها واحد الشريجم صغير منين يطل، وبدا كيطل على داكشي اللي قال ليه يشوف. فبدا تيطلع على واحد المنطقه سميتها تولون، واحد المنطقه كدار فيها الاعمال الشاقه، كيمشيو ليها دوك المحكوم عليهم بالاعمال الشاقه و تيديروا دوك الاعمال الشاقه، وهي اللي كيبقاو فيها النيت باش يدوزوا المؤبد في الاعمال الشاقه حياتهم كامله. وبدا الراوي كيشوف هذا لوكونداني اللي هو الراوي لوناغاتور، بدا كيشوف كيفاش نايضه غوات تما وهيلالا، ودوك اللي جايين نوبتهم كيتفرجوا، واحد المشهد اللي في شكل كيشوفوا المحكوم هكا دابا، وكيشوف المتفرجين اللي جايين نوبتهم في الاعمال الشاقه فرحانين وكيدفعوا في بعضياتهم بحال عادي، داكش كلشي منوض صداع وفرحان بحال تحداوا ديك الحاله اللي هما فيها. يعني كيفاش واحد محكوم عليه بالاعمال الشاقه وفرحان بهذا الشكل؟
هاد المشهد هذا جا في شكل لوكونداني شوية. وقع واحد البلان اللي شافوا الراوي المحكوم وعاود لينا عليه. بدأوا في طريقهم لتولون، هادوك اللي محكوم عليهم بالأعمال الشاقة بدأوا يبدلوا حوايجهم، يعني يطلبوا منهم الحراس أنهم يبدلوا حوايجهم يعني قبل تولون بالبلاصة بالضبط اللي هي ديال الأعمال الشاقة قبل ما يوصلوا. المهم حيدوا الحوايج، الحراس تسناوهم يحيدوا الحوايج دوك المحكومين. شوية جات الشتا والعاصفة ورداتهم يعني رملاتهم ومرمداتهم، فالحراس مشاو تخبعوا وخلاو المحكومين مساكن في الشتا والعاصفة مشرشمين. وملي داوهم لتولون كيجرجروهم بواحد الاحتقار وإهانة، واللي دوا فيهم ولا غيب رقم ولا هدر غيب شوية كينزلوا عليه بالزراوط دوك الحراس، وكيعطيوهم ماكلة ديال العصا، والماكلة اللي كيعطيوهم ياكلوا خايبة، يعني واحد الماكلة اللي ناتينا خايبة عافينا، يعني ما ماشي شي ماكلة اللي زوينة وطيبة مزيان، يعني أخيب معاملة ممكن تشوفها هي ديال الحراس للمحكومين بالأعمال الشاقة. فشوية دازو حدا شي محكومين، واحد المحكومين دازو من حدا لونا غاتوغ وبداو كيهضروا معاه بالخايب، قالوا ليه كتشفى فينا دابا تجي نوبتك ونتشفاو فيك حتى حنا، يعني تجي نوبتك وتعدم حتى حنا نبداو نشوفو فيك ونضحكو. وهنا لو كونداني مسكين سخف بكثرة داكشي اللي شافو وسمعو من هادوك، يعني داكشي اللي سمع من هادوك والمشاهد اللي شافها، فقد الوعي ديالو وطاح وبقى فاقد الوعي. فاق ولقى راسو في المستوصف ديال الحبس، داك اللي فيه تيكون فيه طبيب وتيكون فيه يعني عيادة ديال الحبس. بدا تيشوف وتغطى بالمانطا ورجع نعس، واخا ما نقياش ديك المانطا رجع نعس، والمهم احسن من داك السجن اللي هو بيسيتر. فالصداع داز واحد الصداع ديال هادوك اللي غاديين من السجن ديال بيسيتر لتولون اللي حداهم النيت باش يديروا الاعمال الشاقه، وهزينهم في طوموبيلات دوك الحراس، هزينهم في طوموبيلات اللي ما مسدودينش يعني بحال الهوندات، وغاديين وكطيح عليهم مساكن الشتاء والبرد وفي حاله لا انسانيه. وهاد المحكومين تيخوفوا في بعضياتهم وتزيدوا بعضياتهم لهاد المعمعه وتيغوتوا الهيلاله شويه. الحراس يعني ضرهم هاد الهرج هذا اللي جا من طرف المحكومين بالاعمال الشاقه، عطاوهم بجمله كلهم عطاوهم قتله ديال العصا، يعني بداو يعصوا فيهم وتيضربوهم وهما يسكتوا. الراوي هاد الشيء اللي شاف من احداث اكد باللي يعني اكدت ليه الفكره ديال ان الموت حسن من هاد الشقاء، هذا حسن من الشقاء اللي كيعيشوا المحكومين مساكن في الاعمال الشاقه. شوف غير كيفاش كدوز البدايه، كيف غيكون الدوام في الاعمال الشاقه، يعني الدوام الماكله خايبه، المعامله خايبه، الاهانه، الاحتقار. من بعد ما ارتاح المحكوم يعني هاد لو كونداني وصح ردوه للزنزانه، ملي رجع بدا كيأنب في راسو، علاش ملي جاتو الفرصه ما هربش؟ كان في مستوصف، كان عنده واحد الحظ انه يهرب ولكن ما دارهاش، وعارف بلي واخا دفع قضيته الاستئناف ولكن ما غيتبدل والو، الاعدام جاي. وبدا كيتخيل راسو جاه العفو، يعني واخا الخيال ما عنده علاقه بالواقع ولكن بقى جالس شويه وتتخيل راسو. شويه سمع واحد المرأة كتغني واحد الأغنية اللي حزينة واحد اللغة عامة ديال الفرنسيين، يعني الدارجة ديالهم زي ما بحال الأغنية ديال البرتقالة المرة، غير هذه فرنسية. فهاد الأغنية هادي كتهضر على واحد المرأة اللي راجلها محكوم حتى هو بالإعدام وما قبلوش البراءة ديالو والاستئناف ديالو اللي كيطلب. ولو كونداني سمع هاد القصة اللي في الفحوة ديال هاد القصة اللي في الأغنية وحس بفقدان الأمل، وشوية بدا كيشوف كيفاش يهرب ولكن الصور تقيل. داك الحجر اللي كاين اللي ديال بيسيتخ ما يمكن لكش تخترقه، كان قاسح، فداك الشيء علاش حبس هاد الفكرة هادي وهاد الهدف ديال الهروب. وبقى تيكتب في الجورنال ديالو شوية دخل عليه واحد العساس اللي هو العساس ديالو النيت، والعساس بقى ساكت وماشي من عادة هاد العساس هذا، يعني ديما تيدخل بالغوات تيخرج بالغوات. فلو كونداني تخلع وقال باللي هادي شي حاجة خايبة، داكشي علاش العساس ساكت. من بعد بشوية جا عنده المدير ديال السجن اوفيسيالمو، جا عنده شخصيا هو وتعامل معاه زوين، وهاد الشي خلى لو كونداني يشك باللي داك النهار غادي يودع، هذاك هو النهار ديال الاعدام ديالو.
مهم هاد الشك هذا ديالو شويه بدا كيشوف غير الظلام في عينيه ولا كيبان ليه كل شيء حابسه، وزاد الخوف ديالو وبقى كيزيد كل ما قربت يعني ذاك الوقت، كل ما قرب واخا هو ما عارفش فوقاش غي، كل ما زاد الوقت كيزيد يخاف ويزيد يتخلع واخا هو ما عارفش وقتاش، مازال ما عارف وقتاش غيتعلم. وبدا تيفكر ومخربق وبغى يهرب وان كل شيء غيموت اونفا، بدا تيصبر راسو باللي راه واخا الاعدام هذا جاتو ديك الفكره ديال ان الناس غتموت وان الناس ماتت قبل منه وغتموت من بعد منه. فهنايا غيخرج المدير ديال الحبس وشويه دخل لو بريتر. لو بريتر هو القس المسيحي، واحد القس بحال الفقيه، غير هو الفقيه ديال المسيحيين. دخل عنده للزنزانه ديال لو كونداني وبدا كيدي معاه ويجيب معاه في الهضره يعني باش يريحو شويه. جا عنده لويسي، يعني هذا واحد المرسول واحد المأمور من الوكيل العام باش يقول ليه باللي الاستئناف اللي كان طلب في ديك القضيه ديالو راه رفضوه ليه، وقال ليه كذلك ان اليوم مع الربعة غادي يتعدم. فهذا واحد الخبر اللي خايب بزاف بالنسبه لو كونداني، وقالوا ليه لويسي يعني نيشان، واليوم غينقلوه مع السبعة ونص من الحبس ديال لو بيسيتخ، بيسيتخ اللي هو فيه دابا لا كونسيونجوري. لا كونسيونجوري هذا حبس اخر كاين في باريس، الحبس هذا كانوا كينقلو فيه ومن تما تينقلو للساحة الاعدام. ففعلا لو كونداني مشى نقلوه لهذا الحبس هذا، ودابا كيفكر في حاجة وحدة اللي هي انه يهرب. فباش ينقلوه من البيسيتخ لا كونسيونجوري داو في واحد العربه، وصفها لينا لو كونداني بحال التابوت ديال الميت. فداو لهاد لا كونسيونجوري، والناس اللي كانوا كيشوفوه هو وهما غاديين به يعني لا كونسيونجوري كانوا فرحانين بالاعدام والفراجه، يعني كانوا عارفين باللي راه غيتعدم وباغين يتفرجوا فيه. في الطريق ديالهم لويسي المأمور ديال الوكيل العام كان كيتعاود مع القس المسيحي على السياسة الجديدة في فرنسا والسياسات وما يخص بالسياسة. لو كونداني حطوه في واحد لو شومبر، واحد الشومبر في قريب المدير ديال الحبس ديال لو كونسيونجوري، ونعس. لو كونداني شوية سمع واحد الصوت ديال الضحكة ديال واحد كانوا حطوه معاه في هذا الحبس هذا. هاد خينا هذا كانت في عمره 55 عام، هذا الحباس الجديد حتى هو غيتعدم وكبر يتيم، يعني حتى هو باه تعدم وتا هو غيتعدم. وبقى كيعاود لو كونداني على حياته، يعني قال لي حياتي دازت صعيبه وكنت بغيت ندير خدمه ونكون مواطن صالح، ولكن المجتمع كان قاسي عليا، وحيت هو كان ديجا عنده سوابق فما قبلوه حتى في شي خدمه. واحد النهار جا الجوع وسرق واحد الخبزه وحكموا عليه بمؤبد خبزه مؤبد. من بعد هرب من الحبس ولا شفار بروفيسيونيل ولا محترف، وقبضوه عاوتاني، قبضوه للمره الثانيه وتحكم هذه المره بالاعدام. فهاد الشيء عاودوا لو كونداني وكيدوي ليه بواحد التاثير، يعني بحال بغى ياثر فيه. ومن بعد طلب منه الكبوط ديالو، الكابوط يعني داك الكابوط ديالو ديال لو كونداني، واحد الكبوط زويون بغى يزرب عليه فيه، يعني بغى يزرب عليه بواحد الطريقه احتياليه باش يبيعو ويشري الكارو اللي يدوز به الوقت في بيسيتخ. فلو كونداني خاف منه حيت هو كان مفورمي عليه، فاعطاه الكبوط ديالو ما عنده كيدير يقول ليه لا. شويه جاوا الحراس هزوا لو كونداني وداوه لبيت اخر، يعني بيت اخر يتسنى الوقت اللي غيتعدم فيه هو. وهنا لو كونداني تعصب حيت الاخر زرب ليه على الكبوط، يعني داه ليه الكبوط ديالو اللي زوين، وتمنى انه يقتلو حيت غيخرج للناس بواحد المظهر مبهدل، الحوايج ديالو مكشترين. ومهم لو كونداني طلب من الحراس انهم يعطوه فين يتكا ويكمل الكتابه ديال الجورنال ديالو، يعني شي بلاصه يكمل فيها الكتابه الجورنال ديالو، ونفذوا ليه الطلب وحطوا ليه حداه حراس يحضيوه. فالعشرة وصلت، بقات 6 ديال السوايع للاعدام. لو كونداني كيشوف الجثه ديالو كيفاش كيديروا ليها ويديروا ليها التشريح، يعني كيتخيل هاد الاحداث هادي وكيفاش، وكيفكر في بنته اللي غتيتم من بعد ما غيموت، وهي عندها 3 سنين وألموا هاد الشيء هذا، ويبقى عليها مسكينة العار وأن باها مجرم. فبقى كيفكر كيفاش يتعدم
ما قدرش يعطي حتى السميه ديال لا غيوتين ديك اللي غتعدمو. هذه اللي كتشوفوا دابا ديك اللعيبه اللي كتعدم يعني كتكون فيها واحد المس حاده وكبيره كبيره في الحجم. هذيك ما قدش يقول هانيشان يقول لا غيوتين، بدا كيلمح في القصه باللي هي، ولكن ما عطاش سميتها واللي هي لا غيوتين. وقال باللي هو فات ليه شافها وشاف الناس اللي دايرين بها وكيتسناو اللي غيتعدم باش يتفرجوا فيه. وصلت 11، بدا كيتمنى من قلبو شي عفو ولا شي حاجه اللي تفكو من هذه الوحله اللي هي الاعدام. ولدرجه بدا كيتمنى المؤبد والاعمال الشاقه ولا الموت بالاعدام. رجع عنده داك القس اللي كان جا عنده داك القس المسيحي وشافوا لو كونداني ارتاح شويه، حيت كان خايف وتيفكر غير في الموت ويفكر بزاف داكشي ديال ملي غيتعدم شنو غيوقع والابعاد. وشويه القس بدا كيدير ليه الموعظه، يعني تيدير ليه الموعظه للمسيح والروح القدس. السيد غيموت، هو ما مسوقش باللي هاد الخليقه هذا اللي حدا غيتعدم من بعد ساعات، بحال الا بحال داك السيناريو ديال أنتيغون مع داك الحارس اللي كان معاه قبل ما تموت هذاك. فلو كونداني طلب من القس قال ليه خرج عليا في حالك، خرج عليا وخليني بوحدي. خرج القس، لو كونداني بدا كيتسائل كيفاش القس ما مهتمش بالموت ديالو. وصف لنا هذا القصة هذا بلي راه واحد السيد اللي مكلف، يعني مكلف بهادشي هذا، ماشي من احساسه ومن قلبه باغي يواسي المحكوم عليه بالاعدام، هي فقط خدمته، اما هو لا مبالي وما عندوش احساس بهذا اللي غيموت يعني قدام عينيه. لو كونداني قال كون غير جا شي واحد لصغير، شي شاب عادي يحس بيا ويحس بالمعاناة ديالي ويواسيني احسن من هذا القصة هذا اللي ما فيهش روح الانسانية وخا المظهر ديالو ديني. بدا تيفكر هكا، وفي اخر المطاف لوكونداني فكر باللي القس تعامل عادي ودار اللي عليه، غير حيت لوكونداني قربت ساعته داكشي علاش تيفكر خايب بحال هكا. شويه جا عنده واحد النائب ديال المهندس المعماري داك لا كونسيان جوغي الحبس، وقال ليه دوماج ما غتبقاش معانا، يعني غتموت اليوم، دوماج من بعد 6 شهور غتزيان البلاصه هنا وكلشي غيتقاد. لوكونداني مسكين بقات ليه ساعات قليله، وهاد الخليقه هذا بنادم هذا عادي كيهضر بحال هكا. لوكونداني بقات ليه يعني غير شي ساعات باش يموت. الحارس الزوين اللي كان عنده بدلوه ليه، كان كيتعامل معاه زوين، بدلوه ليه بواحد اللي قال عليه لوكونداني عينيه بحال ديال العجل، واحد الحارس اللي وجهه خايب وما كيبشرش بالخير. وهذا الحارس هذا غيطلب من لوكونداني واحد الطلب اللي في شكل، قال ليه ملي تموت رجع عندي وقول لي نمارد سويرتي باش نربح في القمر. غريب هذا السيد هذا، قال ليه كيطلب من واحد غيموت. لوكونداني مصدوم من هادشي اللي كيسمع، وهذا الحارس كيامن باللي ان الموتى عندهم داك المفتاح ديال رؤيه المستقبل، عندهم داك المفتاح ديال الغيب، وداكشي علاش طلب هاد الطالب هذا. فلوكونداني انه شاف هاد خينا ملهوف، قال ليه ارى لي حوايجك غنتعدم وملي نموت نجيب لك الارقام ديال القمر، يعني اعطيني حوايجك غير باش نتستر في ساحه الاعدام، ملي نموت نجيب لك الارقام. وفكر لوكونداني بهاد الطريقه هادي يقدر يهرب. الحارس هاد الحارس هذا يعني قبل هادشي هذا اللي قال ليه، وبدا تيقلع في الحوايج وشويه عاق، وقال ليه الا عطيتك انا الحوايج تهرب وما غتموتش وما غتجيب لي لا ارقام لا والو وصافي، يعني انت باغي تزرب عليا. اما فرفض في اخر المطاف. لوكونداني دابا باش ينسى شويه هادشي بدا كيفكر في الحياه الزوينه والاحداث اللي كانت وقعت ليه زوينه في حياته مع واحد البنت سميتها بيبا، واحد الأندلسية، كانوا معاشقين بيناتهم، هو معاشق معاه وهي معاه في الصغر. وتفكر ايامات كانوا كيجري وفرحانين، واحد المشهد اللي رومانسي اللي افتقدوا لوكونداني، وهذا الشيء هذا خلاه يتأسف وتاب من ذاك الجرم اللي دار، وقال بلي هو انسان مزيان غير دار الذنب اللي يستاهل عليه العقوبه، فهو تاب من هذا الذنب هذا. وتفكر الناس اللي عايشه الحياه عادي وبرا وكتنعم بالحريه فزاد التعقد. وتفكر الصغر فاش كان مشى لواحد نوتردام، يعني ديك نوتردام دو باري ديك الكنيسه، وداك الصوت ديال الاجراس ديال الكنيسه اللي كيجي بالدوخه في ديك الوقيته، وقال انها نفس الدوخه اللي كيعيشها دابا، هي الصراحه الصوت ديال الكنيسه قريبه من داك الصوت ديال الدوخه ديال الموت. وهنا وصف باللي ان لوتيل دو في، لوتيل ديال المدينه اللي كيخرجوا منه دوك القضاة ودوك خوتنا اللي غينفذوا الحكم،
قال على هذا لوطيل دو في واحد المكان ديال خروج الشر. هذا الشيء باش غيوصفوا لنا هو لو كونداني وصلت ليه الوحده ونص وصف باللي هاد الوقيته هادي حس بالالم في البطن ديالو وفي الجسم ديالو كله وبغى صافي يتعدم صافي عيا من العذاب النفسي والبدني اللي كيعيشو. وقال باللي الناس تيقولوا الاعدام راه ما فيهش الالم كو ديك لا غيوتين اللي كتعدم كتقطع الراس بالزربه فما كاينش الم. ولكن هو رفض هاد الفكره هادي ونقدها. قال لك الكاسيدي الالم ما كاينش في الاعدام. الالم تيكون الالم الحقيقي وديك المراره ديال الالم هو ديك الوقيته فاش كيتسنى داك المحكوم عليه بالاعدام. داك الاعدام ديك الوقيته فاش كيتسنى. ما تقولش الاعدام ما فيش الم ماشي اللي قالوه. المهم دابا لو كونداني كيفكر وكيتمنى العفو ديال الملك يجيه ينقذو من هاد الشهاده من هاد وشويه فقد الامل من هاد الاعدام وفقد الامل في اخر المطاف. فقد الامل لاقصى درجه وبدا كيشوف ان الموت جايه وتخيل اي حاجه خايبه. بدا كيتخيل باللي ملي غيتصدم يعني غيتصدم غيتعدم وغيتصدم باللي غيلقى صحابه ويتفكروا الاعدام ويامات الحبس. وبدا كيتخيل كل واحد هز معاه راسه والدم والدمايات والموت وحس بالضيق في صدره والخوف والخلعه وطلب باش يشوف القس المسيحي يعني اللي كيرجعوا كي طبطب عليه شويه كيريحو واخا هكا كيف ما كان الحال. جا القس وهو مخربق هاد لوكونداني قال للقس خليني نرتاح نعس. وجا واحد الكوشماغ واحد الحلم اللي خايب هو انه مع واحد ثلاثه ديال صحابو كانوا جالسين تيقصروا مرتو بنتو في الصالون وشويه سمع واحد تخرشيش. مشى يطل هو وصحابو لقاها واحد المراه شارفه. هاد المراه شارفه هزا عينيها في يديها هو كيقرب ليها بالشمعه كيقرب ليها شويه وهي تصوت ليه على الشمعه وعضات ليه في يده. انفو عضات ليه في يده فاق. فاش فاق مرعود وفيه البرد والعرق وخايف. القس كان حداه وقال ليه راه بنتك جابوها لك باش تشوفها. ففعلا شاف بنته عنقها وفرح واحد الفرحه ما كتصورش. مراته وامه ما جاوش حيت كانوا مرض من جهته طاحوا بالمرض. جات غير بنته جابتها ليه الخدامه فعنقها وشدها وفرح. الخدامه مشات كتبكي مسكينه حيت عرفت بات البنت غيموت. فواحد اللقنت مشات تتبكي حيت تاثرات بالقصه. واحد السيناريو اللي محزن وفي شكل بنته كتقول ليه موسيو ما كتقول ليش بابا كتقول ليه موسيو حيت قالوا ليها بلي راه باها مات. واحد المشهد اللي مؤثر في الملامح ما عقلتش عليه ما عقلتش على النبره ديال الصوت ما عقلتش على والو. قالوا لي باك مات وهي كتقول لي موسيو دابا هو تيقول لها واش فعلا ما عقلتيش عليا بلي انا هو باك. قالت ليه لا فعلا ما مش انت ماشي هو بابا وبابا راه مات وانت موسيو صافي. فبغات تقول لي راني وليت كنعرف نقرا. فشدات ديك الورقه ديال الاعدام وبدات تقرا فيها صافي. تما حبس لوكونداني ما قد يجي حتى شي كلمه وقال لهم صافي خرجوها ما قد نقول والو واخا عنق وادي ولا نحس بواحد الاحساس خايب بزاف. فهنا شنو غيوقع ما قدش يستحمل وطلب الخدامه تخرج ليه بنته. مشات بنته هو كيتخيل من اللي غيخرج ويدوه يعدموه كيفاش غيوقع داك الشيء. وكيشوف الناس اللي باغيين يتعدموا هادوك اللي كيقولوا شي نهار غادي يعني هو تيقول انه شي نهار غادي يتعدموا تاهما. وقرر يكتب قصته ولكن ما قدوش الوقت يكتب القصه ديالو وتلفوا ليه وسيل الاوراق وما قدش يكتب هاد القصه ديالو. داوه لواحد الشومبغ واحد البيت في بلاس دو غريف اللي هي البلاصه فين تيتعدموا النيت. وبقى تيكمل داك الجورنال اللي تيكمل فيه الاحداث اللي تيدوزوا عليه. فشويه جاوا دوك الثلاثه ديال الحراس تيقولوا ليه راه الساعه اللي غتعدم فيها خاص تكون فيها واجد. جات الوقت بداو تيتسمعوا الاصوات ديال الاجراس والناس فرحانين كيشوفوا هو كيفاش غيتعدم. وهنا لو كونداني ما حملهمش حيت ما فيهمش روح الانسانيه حتى شويه ديال الانسانيه زيرو انسانيه. متعطشين للدماء وباغين يشوفوا راسو كيفاش كيتقطع وداك الشيء يعني تيقول كيفاش هادو يعني عطاتهم نفسهم انهم يشوفوني انا كيفاش كنموت وكيفاش غنتعدم. وكل ما كيقرب للغيوتين ديك لا غيوتين هي اللي كيتعدموا بها. كل ما كيقرب كل ما كيفشلوا ركابه كل ما كيقرب كل ما كيفشلوا ركابه وكيزيد يتخلع. واخا
بس داك الصليب المسيحي اللي تيقولوا انه تيحيد الخوف وتيحيد تيجيب الطمأنينة للإنسان، فهو هكاك فشل وغادي وكيتخلع وبدا تيدقق في آخر حوايج كيشوفها في الحياة، آخر الحوايج، شي وجوهة، شي مناطق، شي بلايص، حاجة من هنا حاجة من هنا، في الأرض، في التراب، في أي حاجة كيدقق ويشوف كيفاش دايرة، وطلبهم يكتب آخر كلماته في الجورنال، يعني يفكوا ليه القيود ويكتب آخر حوايج باغي يقولهم في ذاك الجورنال. ولكن آخر حركة دار، يعني اللي تقالت لينا أنه آخر حركة دار، هي أنه ركع للقاضي باش يسمع ليه، وقال ليه قال ليه عافاك سمح لي، وبدات يطلب السماحه، ولكن ما سواهاش ليه القاضي، وقال لذاك لو بوغو، داك اللي غيحكم عليه، يعني اللي غيعدمو، قال ليه خصك تعدمو في الوقت، شت هادشي تعطل وخصك تكون واجد باش تعدمو، يعني بدا تيلوم داك خينا اللي غيعدمو. بقاو ثواني، لو كونداني بقى عنده امل وحيد اللي هو يجي الملك يجي شي عفو وما يتعدمش، ولكن صنة الرابعة